ترتيب اللي 0-0، لان في مباريات مع النوع تيكونوا تيجيك مجموعه من الفرص ومن انت تضيع تتاونكيسي. الحمد لله انه ما تسجلش علينا 0-0، مازالين حيين اللي حنا لهما. بالعكس هما غيكون عندهم مشكل لان تما غيخرجوا يلعبوا، ما غيتراكموش للوراء كما داروا اليوم في اكادير، غيخرجوا يلعبوا ويخليونا مساحات اللي نقدروا نشدوهم في دي كونتر اتاك ان شاء الله. بينا اليوم بان عندنا فريق كبير ولات عنده واحد الصوره جيده افريقيا، بالاعتراف ديال لاعبين الزمالك اللي اعترفوا في الوسائل الاعلاميه بعد المقابله بانهم تفاجؤوا بالاداء الطيب ديالنا حنا كلاعبين. غادي نمشيو للمسار ما عندنا ما نخسروا ان شاء الله. اللي نتمنى هو ان نكونوا مركزين اكثر امام الشباك باش تما الا جاتنا فرصه خاص نسجلوها، اكيد الا سجلنا تما فغنحطوا واحد الرجل في النصف النهائي ان شاء الله. نشكر جماهير السوسيه والمحبين حسنيه اكادير اللي جاوا من اكادير ومن الضواحي ديال اكادير من سوس بصفه عامه واللي تنقلوا جاوا مدن اخرى. تنعرف بزاف الناس كاع جاوا من خارج المغرب، تنشكرهم على الدعم ديالهم. نتمنى انهم ما يكونوش ندموا حيت حضروا هذه المقابله هذه، وان شاء الله نوعدهم بان احنا كلاعبين غنديروا كل ما في جهدنا ان شاء الله باش نمشيو نجيبوا التاهل من تما من مصر. يعني كثير ضيعنا فرص كثير، تعرف الواحد كان يضيع يعني في الفريق يتاثر بالفرص. الحمد لله دوزنا ماتش منيح، ان شاء الله نعوض بالماتش الجاي ان شاء الله. بالنسبه للزمالك خليت فكره على الفريق من خلال المباراه هذه؟ طبعا احنا يعني الاستاف يعني خرجنا طريق اللعب وعارفين كيف يلعب. في المقابله الجاي راح يكون عنده اللاعبين اللي غاب عن المباراه هاي راح يكونوا موجودين، راح تكون مباراه صعبه في مصر ان شاء الله، راح نكون عند حسن الظن ان شاء الله. اللي يمكن نسجلوا خمسه الاهداف في المقابل كنسجلوا جوج الاهداف. اليوم ما صعبناش الحظ، درنا اللي علينا، درنا فرص، خلقنا فرص كثيره، ما تحتاجنا باش نسجلوا هدف. فكنتمنى ان شاء الله باش نخدموا على هذه النقطه هذه ونزيدوا نطوروا من الامكانيات ديالنا امام المرمى، وكنتمنى ان شاء الله باش نقدموا افضل ما لدينا في المباراه ديال اللي غتكون ان شاء الله في مصر. وكنوعد الجمهور بان غنديروا مقابله كبيره كيف ما درنا اليوم، وكنتمنى الحظ يكون في جانبنا في المباراه اللي غتكون ان شاء الله في مصر ونقدم واحد الجيد. لا فرانشمون فريمون تري سوربري باسكو ايزون برودوي ان تري تري بو فوتبول، اي نوز اون امبيشي دو ديفلوبي لو نوت جوستمون، اي سا ايتي ان ماتش تري تري دور. اي فوالا جيسبر كون فا سو ريبراند بور ماتش روتور ان شاء الله. يا تي دو بتيت كرانتود بور ماتش روتور؟ Non, il faut pas, justement, ce serait l'erreur à pas faire. Et j'espère qu'on va retrouver notre jeu et qu'on va tout donner pour essayer de passer en demi-finale, Inch'Allah. كنا كنلعبوا بتخدا انا هو الفوز في مدينه اكادير ومشاو لدوله مصر باريحيه، ما كانش اللي بغينا. حنا غنساو هذا الشوط الاول، غنفكروا في الشوط الثاني في دوله مصر وان شاء الله نحقق الممتع ديالنا اللي هو واحد التعاون ان شاء الله، ونفرحوا مع السوسيه وندخلوا التاريخ المره الثانيه على التعاون ان شاء الله. عماد شنو كان خاص الحسن اليوم؟ الحسن قدمت مقابله كبيره ما خاصها والو، تتاح لنا فرص كثيره، كنا نسجلوا هدف وهدفين. كنشكر اللاعبين مره اخرى على القتاليه ديالهم، وحنا راه غنيك كما قلنا كلشي استمتع بهذه المقابله وغنسوا هذه المقابله نفكروا في مقابله